أولا مساء الخير لك ولجميع مساء المشاهدين. تركيا أعلنت يعني خلال الأشهر الماضية وحتى خلال فترة الحملات الانتخابية قبل الانتخابات الرئاسية أن الحكومة التركية بصدد ترحيل 1,000,000 لاجئ سوري إلى مناطق الشمال السوري التي تخضع لسيطرة الجيش الوطني، وبعضها طبعا تم ترحيل أهلها الأصليين مثل عفرين، وهذا معلوم الأمر للجميع. ما يجري حاليا هو تنفيذ للوعود التركية بعمليات الترحيل، عمليات تتم بشكل يومي، مئات السوريين يتم ترحيلهم بشكل يومي قسريا، ولكن الحكومة تعلن أن العودة طوعية، ويعني الجميع يعرف أن إجراءات العودة تتم قسرا ويتم التبصيم على أوراق العودة الطوعية قسرا، وهناك شهادات عديدة من سوريين تم ترحيلهم. النقطة الثانية ما تهدف إليه الحكومة التركية هو يعني إنشاء حزام سكاني بواسطة التغيير الديموغرافي للمناطق الحدودية المحاذية لها، يعني لمحاربة ما تعتبره الإرهاب المجموعات الكردية، يعني وفق يعني ما يعني تقول أو تقوله هي الحكومة التركية. يعني هذا ما يجري باختصار حاليا. طيب يعني أستاذ عاصم، يعني اليوم التهجير القسري إلى هذه المناطق التي تقول عنها تركيا مناطق أمنية أو تسميها بمسميات أخرى، ولكن قانونيا هي يعني احتلال، يعني مناطق محتلة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أن هذه المناطق يعني لا تتوافر فيها عوامل الأمن ولا الموارد الاقتصادية، وأيضا يعني المهجرين يعني مشردين في الشوارع كما تلاحظ في الفيديوهات وأيضا التقارير اليوم. يعني كيف يتم يعني التجاهل هذه القوانين الدولية وأيضا يعني التقارير الحقوقية؟ لماذا هذا الصمت الدولي تجاه هذه الإجراءات التعسفية برأيكم؟ في نقطة مهمة بالنسبة لموضوع التهجير القسري أو الإعادة القسرية التركية للسوريين. تركيا تعتمد على نقاط محددة. النقطة الأولى بالنسبة لتركيا يعني غير موقع على اتفاقية اللاجئين الخاصة لعام 1951، لكن هناك تفاهم بينها وبين الأمم المتحدة أو مفوضية شؤون اللاجئين بأنها تعترف باللاجئين فقط بصفة لاجئين وفق هذه الاتفاقية بالقادمين من دول الاتحاد الأوروبي. في حال قرر أي أوروبي الجنسية اللجوء لتركيا فهو لاجئ وفق الاتفاقية، لكن بقية الأشخاص فهم يتمتعون بالحماية المؤقتة. وهذا الأمر تم وهذا القانون تم إقراره في نيسان 2014، يعني عندما بدأ اللجوء السوري إلى تركيا. لذلك أولا تركيا لا تعتبر السوريين لاجئين بالمعنى القانوني أو بالمفهوم القانوني، لذلك تتم إعادتهم يعني بكل بساطة. أما بالنسبة أن المناطق آمنة أو غير آمنة، فتركيا تعتبر في الأصل أن هذه المناطق التابعة لها عمليا، وأن الفصائل الموجودة هناك هي أصلا فصائل مدعومة من السلطات التركية، لذلك لا ينظر إليها على أنها منطقة غير آمنة، وبالتالي لا تنظر إليها على أنها مخالفة للقوانين الدولية والأعراف الدولية، ومنها مثلا اتفاقية مناهضة التعذيب التي تنص على إعادة أو على عدم إعادة أي شخص إلى مكان يحتمل أن يتعرض فيه للتعذيب. يعني تركيا تعمل وفق هذا المفهوم في محاولة للقفز فوق القوانين الدولية. جزيل الشكر المحامي والناشط الحقوقي في تجمع أحرار حوران عاصم الزعبي، شكرا جزيلا من انضمامك من عمان، شكرا على هذه المداخلة.